سلط المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون الضوء على تسارع نشاط التطبيع العربي مع سوريا خلال الشهر الماضي، معتبرا أنها خطوات إيجابية. وقال خلال إحاطة قدمها بمجلس الأمن أن اجتماعات عمان وجدة وموسكو مع النظام أكدت أهمية أن الحل في سوريا لن يكون إلا سياسيا على حسب قوله. كما دعا إلى انعقاد جلسات اللجنة الدستورية من أجل إقامة عملية سياسية حقيقية في سوريا، وأن الحل السياسي سيكون بقيادة سورية تعيد سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وتلبي احتياجات وتطلعات الشعب السوري. على الطرف الآخر كان الشعب السوري الذي لم يرحب بالتطبيع واعتبرها خيانة لدماء ملايين قتلوا وشردوا بيد من يقود الآن عملية الحل السياسي، وردوا على بيدرسون أن الحل إن كان سياسيا فلماذا كانت البراميل المتفجرة تهطل كحبات المطر على براءة الأطفال لتقتلع حياتهم؟ وأين هي السيادة التي سيعيدها شخص لم يقل سوريا للسوريين وإنما قال سوريا لمن يقاتل من أجلها؟ وبهذا المنطق سلم البلاد والعباد لأذناب إيران ودعا الروس وتعاون مع قصد، فباع الأرض ورهن العرض. فما نوع الاستقلال الذي يتحدث عنه العالم؟ وما هو شكل الوحدة التي يخبرهم بها بيدرسون؟ وإن كانت تطلعات الشعب السوري هي أن يرحل الأسد، فكيف سيحققها الأسد وهو على رأس السلطة؟ حول هذه المواضيع وحول هذه الحلقة وبداية مشاهدينا الكرام نشاهد هذا العرض التوضيحي ونعود إليكم، فابقوا معنا.